يعني برضو بتوجه بكل الترحيب وكل التهنئه لاولياء الامور الموجودين معانا وكل طلابنا وابنائنا طلاب الثانويه العامه اللي ربنا وفقهم وفعلا يعني كتب لهم النجاح والتفوق. واكيد كلنا نعرف ان الثانويه العامه يعني مرحله مهمه جدا وفارقه في تاريخنا التعليمي، وسواء على مستوى الاسره حتى على مستوى الطلاب نفسهم، ان هي اللي بتحدد مستقبلنا. هو ده السيستم الموجود في مصر، هو ده النظام الموجود في مصر اللي احنا ملتزمين كلنا بان احنا نتبعه. علشان كده هي مرحله فارقه فعلا. بنقول لكل الطلاب الف مبروك، اجتهدتوا وبذلتوا مجهود جبار، واعلم تماما كولي امر عندي ثانويه عامه، اعلم تماما المجهود الملقى على حضرتك الاسره وعلى الطلاب. فمن كل قلبي بقول لكم الف مبروك، وان شاء الله يعني ده بدايه مرحله التعليم الجامعي اللي هي الحلقه الاخيره من التعليم لمن يرغب. انما احنا بنقول التعليم عمره ما له نهايه، التعليم مستمر بشكل كبير. الحساسه جدا من عمر الجامعه، جامعاتنا الفتيه التي انشئت في عام 2006 تمر الان بفتره تطويريه تسابق فيها الزمان وتحقق طفرات وقفزات هائله بين نظيراتها من الجامعات المصريه، سواء على مستوى الجامعات الحكوميه او الجامعات الخاصه او المستحدث منها اخيرا وهي الجامعات الاهليه. الحقيقه جامعتنا في العام الاخير حققت قفزات رائعه جدا لا تتناسب مطلقا مع الامكانات المتاحه لها من امكانيات ماديه، ولكن ربما الامكانيات البشريه الموجوده فيها مع تعظيم الاستفاده من المتاح من الامكانيات الماديه، وهذا يتم من خلال الخطط الطموحه التي يضعها ويشرف على تنفيذها يوميا معالي الوزير الاستاذ الدكتور رئيس الجامعه. واحنا سعداء ونشعر بالامان تماما ان احنا سلمناهم لمرحله اعلى ومرحله افضل، سلمناهم لاساتذه على اعلى مستوى، سلمناهم للحقيقه لناس عندها او لقدرات علميه وسلوكيه وانسانيه، سلمناهم لفكر رائع جدا. فبنيجي واحنا بنسلم ابنائنا ونكون الحقيقه سعداء جدا لان احنا سلمناهم للمنطقه الصح. يمكن حضراتكم خصوصا ابنائنا الثانويه العامه كمل بسرعه.